شاء الله تبارك الله. رايحين لمسنع الورود. والله يقول صاحبي يا اخوه الطائف فيها فيها احسن ورود في العالم يا اخو، ورود الطائف كجوده طبعا. شوفوا اذا كان لقينا ورود نصورها لكم ان شاء الله. طبعا يستخرجوا منها ماء الورد معروف، حتى العطور كذلك، حاجات اخرى ربما ادويه او حاجات، يعني الورد فيه فوائد عديده طبعا. ما هذه وروده، شوفوا الخضيرات تحت. طبيعه يا اخوه في الطائف مختلفة على باقي مناطق السعودية، طبيعة يعني خضرة نوعا ما، فيها أشجار يعني مش جافة يعني، حتى الجو حلو بارد بالأخص في الليل، أعتقد في الليل يكون الجو باردة، الأجواء حلوة يعني، درجة الحرارة تكون منخفضة يعني، وحتى حاليا درجة الحرارة منخفضة تقريبا، حاليا 26 درجة الآن يعني. عكس مصنع الورد وين؟ قدام. وصلنا الآن. قربنا نوصل يا اخوة لمصنع الورد يا اخوة. طبعا في زوار كثير يزوروا المصنع ما شاء الله، مثل ما شايفين الباصات المعتمرين يجيبوهم يا اخوة، يزوروا الطائف يزوروا المصنع. نشوف الباصات، هذه باصات كلها معتمرين ما شاء الله. هذا اخوة من اندونيسيا، هذا الباص اللي امامنا ما شاء الله تبارك الله. في حتى محلات يا اخوة لبيع الهدايا. يا سلام على الطائف، من اندونيسيا هذول المعتمرين ما شاء الله، يجيبوهم يزوروا الطائف. متجر الورد. اوكي، متجر الورد، صح صح، خلينا نشوف متجر الورد. ما شاء الله تبارك الله، الاجواء لطيفة جدا يا اخوة، درجة الحرارة منخفضة والجو بارد. هذه بساطة الله. والله مليان المكان. مقفل. المصنع مسكر. مصنع راشد القرشي يا اخوه، اللي مصنع العطور. هذا المتجر. ولكن مسكر المصنع. هذا المتجر. نعم. هذا هو متجر الورد. ما شاء الله تبارك الله. مليان المكان يا اخوه. المصنع يا اخوه مغلق، ولكن المحل موجود. يلا ندخل المحل. ما شاء الله. هذا هو المحل يا اخي، محل الورد، منتجات ورد يا اخي، يا عطور منتجات كريمات. ماشي، راشد القرشي اسم الشركة دي، راشد القرشي. سعر القطعة 33 ريال. ما شاء الله تبارك الله. منتجات الورد كلها طبعا، فيها منتجات متنوعة، عطور كريمات. كل شيء من الورد. هذا معطر بيوت 40 ريال. شوفوا يا اخو ما شاء الله، في حتى فريق تصوير يا اخو موجود قاعدين يصوروا في المصنع. المصنع مفتوح، روحوا المصنع شوفوه، فتحوه خلاص. يلا نروح المصنع. ما شاء الله قدم. ما شاء الله، هذا هو المصنع قلت لي. ما شاء الله تبارك الله. الورد يخرج من الانابيب هذه ما شاء الله تبارك الله. انا
في الورد، ينزل الورد فيه ويطلع الورد المكسر ما شاء الله، يدخل الورد في القدر هذا تصنيع ويخرج مقطر، يطلع مقطر في الجهن. ما شاء الله تصنيع قديم. شوفوا يا اخو الورد يطبخوه يا اخوه في القدر اللي شفتوه قبل شوي، بعدين يخرج مقطر في الانابيب هذه الزجاجيه. ان شاء الله تبارك الله. والله شغله نظيف. في حتى جلسة جميلة يا إخوة. تقطير قديم. هذه كذلك آلات التقطير. القديم. القديم، الطريقة القديمة. يرموا الورد هنا. نعم، يطبخوه طبعا على النار. ما شاء الله، قلت لي من جنوب تايلاند. جنوب تايلاند. هذه جنوب تايلاند في مسلمين كثير. هذا 100% مسلمين. ما شاء الله. يعني ممكن 80-90% مسلمين جنوب تايلاند. الله يحفظكم. زي مكة. زي مكة نعم. في تحت جبال ما شاء الله. مساجد، مدارس قرآن. الله يحفظكم. تحفيظ القرآن ما شاء الله كثير. الله يحفظكم. هذه أول مرة تزور مكة؟ أنا دائما ممكن 30 مرة. ها؟ 30 مرة. 30 مرة؟ الله أكبر. أنا مطوف. تأخرت من جميع أم القرى مكة. ما شاء الله. أي من سنة 2000. نعم. ما شاء الله. ومقيم في وين؟ في تايلاند مقيم؟ أيوة. الله يحفظك. أولا أنا درست في الجزائر. في الجزائر؟ في الجامعة قسنطينة. شوف كيف؟ قسنطينة معروفة نعم. قسنطينة مدينة جزائرية. أيوة. مدينة الجسور. الجسور ما شاء الله. الحمد لله. الله يحفظكم. أيوة. والله جدا متشرف أني شفتك اليوم. بالله. وإن شاء الله يحفظ إخواننا المسلمين في تايلاند. إن شاء الله. وفي كل مكان إن شاء الله. إن شاء الله. الله يبارك لك وأهلا وسهلا بك. يلا السلام عليكم. السلام الله. طيب يا اخوة خليكم معنا، ما زلنا في مدينة الطائف، المدينة الجميلة. إذا كان عجبكم الفيديو ما تنسوش الاشتراك في القناة، أعطونا لايك يا اخوة. خليكم معنا. والله أجواء لطيفة جدا يا اخوة. الحمد لله. دخلنا في سيتي سنتر يا اخو، سيتي سنتر مدينة الطائف. هذا مسجد عبد الله بن العباس عم الرسول صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. هذا مسجده، وهذا قبره، قبر عبد الله بن الله العباس. تبارك الله. مسجد قديم يعني. نعم، عبد الله بن العباس عم الرسول خرج من مكة إلى الطائف، وخرج علشان قال ذنوب مكة دبل، فما استطاع ان يجلس في مكة خوفا من الذنب. الله أكبر. الذي يصير في مكة وضعف الذنب في مكة، فخرج. وهذا مكان قبره. قبره بجنب المسجد. هذا باب، باب عبد الله بن عباس. بابه. طيب. مكانه عبد الله بن عباس اللي هو عم الرسول صلى الله عليه وسلم، هاجر من مكة الى الطائف. عفوا يا إخوة للتصحيح، عبد الله بن العباس هو ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم وليس عم الرسول صلى الله عليه وسلم. يا مسجد يا إخوة ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله. جامع عبد الله بن العباس. هذه المدينة ما شاء الله. هذا وسط سوق. نعم. سوق. يعني فيها الجانب الطبيعة والجبال والجانب الحديث. هذا الجانب الحديث. إذا عجبكم الفيديو يا إخوة لا تنسوا الاشتراك في القناة، واعطونا لايك واكتبوا لي رأيكم في التعليقات، واكتبوا لي زرتوا مدينة الطائف ولا لا. خليكم معي. وين رايحين؟ الشباب.
منطقة الشفا نطلع لفوق اللي أعلم الهدى. أعلم الهدى تمام. هذه منطقة سياحية. الهدى اللي قبل شوي مصنع الورد في الهدى. مصنع الورد والسياحة هنا السياحة الأولى الشفا. تمام يعني فوق فوق زيادة. فوق زيادة. ما شاء الله. ما شاء الله تبارك الله. شوف في الطريق كيف صعود صعود شاهق ما شاء الله. الخضرار يخوف الجبال. يا سلام خضرار يا اخو ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله تبارك الله. خلاص طلعنا القمة احنا الان مازال شوي بس. اوه شوف البنات هذول يبيعوا في الورد. هذا التاج يتحط في الراس. يا سلام على الطاف. ما شاء الله تبارك الله. اوه بارد ما شاء الله. ما شاء الله تبارك الله. اوه في مدينة ملايا كل شيء. هذه اللي امامنا هذا بيت الملك. هذا قصر الملك فوق. والله هو جميل. منتزه ومطاعم كل شيء شيء موجود. السلام يا سلام. المنطقة هذه كلها محلات مطاعم كل شيء متوفر ما شاء الله تبارك الله. على اليمين وعلى اليسار نفس الكلام. يا سلام يا سلام. كل شيء موجود ها؟ مطاعم كافيهات. الاكل البلدي. الاكل البلدي هذا الاكل. طيب يلا نشوف اجواء جوع صراحه. اجواء تفتح النفس. وزحف فله ان شاء الله نحصل. يا سلام يا سلام. ام حسن مقفله. شوفوا يا اخو ما شاء الله تبارك الله. هذه كلها اكشاك يا اخو. عندهم كل شيء. السلام عليكم. كيف حالك؟ السلام عليكم. السلام عليكم. بلدي في بلدي. جبنا خبز. جبنا بلدي. خبز البلدي. خبز. على الفحم على الجمر. طيب. الله يرضى عليك. حطي منها شوية شرايح مع الخبزة. بعد بطريقة شرايح كذا زي ما كانك تسوي الجبن. ايوه الشدر. ايوه زي الشدر. طيب يعني جوتها هاي. طيب. ثنتين ثنتين. شوفي اذا بقي شيء. ايش اسم الخبز هذا؟ هذا خبز المجرفة قرص. القرص. أيوة. خبز يعني من منطقة الطائف هذا. ايوه ما شاء الله تبارك الله. على الجمر. ايوه على الجمر. وهذا الشاي. عندهم متابعين كثير ما شاء الله. يرزقنا وياه. وين ابو حسن؟ خبز خبز وسمر يا اخو. تعالوا يا اخو زوروا الكشك واشروا من الخبز. خبز جميل. السلام عليك. كيف حالك؟ نجي من مكة نجي هنا نحصل. وما جاءت امس الوالدة. الاجواء لطيفة جدا يا اخو.
هذه الجبنه البلدي. هذا البلدي والخبز البلدي. الدجاج البلدي والخبز البلدي، كل شيء بلدي. احلى شيء البلدي. عايشين عليه احنا زمان هنا الطايف. ما شاء الله. بس ما جت النعمه الا بعدنا. يا اخو حتى لون العجينه يا اخو مختلف، شوف كيف. كيف تسوي؟ هذا دقيق ولا كيف؟ ايوه عجين. اه. حط على الجبن الله ما شاء الله عليه زيادة زبطيها كلها وما ليها إن شاء الله يا إخوة لما تزوروا الطائف زوروا الأخت هذه استعلاء إيش اسم الكشك خبز وسمن خبز وسمن موجود وين في الشفا في الشفا تمام يا سلام هذه صراحة والله أنا أول مرة نشوف النوعية هذه من الخبز أول مرة أنا أشوف خطة زي كذا يعني ما شاء الله عليها لا عجل لا خبصتها ولا شيء. والله يطلع خبز جميل جدا مع الجبن. خلينا البلدي. ايوه خبز بلدي بالجبن. خلينا اليوم بدون غدا بدانا يكفينا عشاء وكل شيء. ان شاء الله. الله يعافيك. الله تكفينا واحده وبعدين ناخذ واحده عايدي. هذا كشك الاخت يا اخوه خبز وسمن. زوراها ان شاء الله يا اخوه. لما تزور الطائف خذوا من الخبز البلدي الاصيل. ذكرني بخوتي زمان كنت اشتغل معاهم. ايوه والله كنت اشتغل معاهم. يا سلام شوف يا اخوان جلسات جميله جدا. اخذنا طبعا اكلنا ملكشاك هذه، اخذنا خبز وشاي، جبنا الجبن. شوفوا يا اخوان الجمال ما شاء الله تبارك الله. طبعا في سياح كثير ما شاء الله. ان شاء الله هذه جلستنا يا اخوة، دنيتنا كل موجودة. اللهم لك الحمد. اجواء لطيفة جدا صراحة. انا باخذ لي جزء. يا سلام خلينا نكتشف المنطقة يا اخوة. جبال صخرية ما شاء الله تبارك الله. حتى الجمال يا اخوة بالركوب مزينينها ما شاء الله. حصان صغير. السلام عليكم. ما شاء الله. طريق خطر يا اخي. الله اكبر ما شاء الله تبارك الله. شوف المنظر عجيب ما شاء الله يا اخي. لا اله الا الله منظر جدا جميل سبحان الله. ما شاء الله تبارك الله جميل جدا المنظر يا اخو عجيب سبحان الله. طيب يا اخو نتقابلوا في فيديو جديد ان شاء الله. عجبتكم حلقة اليوم من مدينة الطائف المدينة الجميلة؟ اذا كان عجبكم الفيديو تعطونا لايك، اشتركوا في القناة وقولوا رايكم في التعليقات. نتقابلوا في فيديو جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا سلام اجواء باردة ما شاء الله منعشة.
بيرجع ان شاء الله.